جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن قناة الشروق مسرح في الهواء برنامج بناقش قضايا بتهم المواطن وكل الناس بتشارك فيه. نحن بنقدم عمل اي زول اذا حس انه ممكن دار يشارك نحن بنرحب به، واذا دار بعد العمل ينتهي وبعد ذاك يقول وجهه نظره برضه نحن بنرحب به. كثر خيركم، بارك الله فيكم، نشوف العمل الدارين نقدمه. انت عادي يا راجل اصلا في الدنيا دي ما بتسمع كلامي. كيف يعني؟ كل ما اقول لك كلام ما بتسمع كلامي. اسمع كلامك في شنو مره؟ انت بس محتم الزيادات الجايه دي. قلت لك نشتري مواد تموينيه من خزينه الدنيا دي ما معروفه. مواد تموينيه شنو حاجه؟ المواد التموينيه دي ما بطبوس كان اشتريناها. ما بطبوس يا انت. انا كالله الحر اللي عندنا ده بيخلي له حاجه تنحفظ؟ أسمع. ولا الكهرباء الكاد عادي نحن نحفظ فيها الحاجات كيف؟ تجيب الحاجه تخطها في الثلاجه الكهرباء تقطع تبوظ لك؟ تكون قروشك باظت وكهربتك ما فيش على الاقل خلينا يا اخي لا لا دي بلد ما فيها تخزين، تخزن فيها شنو؟ المواد الجافه السكر ده هاي. كخزنته هاي بتخزن بتجيه حاجه بتخزن هاي المكرونه دي بخزنها بتجيه حاجه نحن تماسيح انت حاجه نحن تماسيح نخزن كمان زي التجار نخزن شنو؟ هاي لكن نسوي شنو مع الزيادات اللي ما عندها حد ولا عندها ولا بتجيب دي؟ هاي الزيادات اللي سويناها شغال في زيادات؟ اسكت ساكت محمد جارنا ده ها في الدكان هاي. بالله العظيم الحاجه يزيدوها 50 قرش هاي يزيدها 3 جنيه الراجل ده ما بخاف الله ده شنو ده؟ نحن تاني ما بنشتري منه لا البضاعة البزيدة دي بيشتريها جديدة ولا أصلاً قاعدة عنده؟ قاعدة عنده الله ما بيزعلوا الآن والله عاد أسوي له شنو؟ كان مشى كان غش الناس بيغش الله بيمشي وين من الله؟ هنا التجار ده قال لك بخافوا عندهم مخافة الله ولا بعرفوها صح ناس ولا ما صح؟ هي. ما بخافوا والله التجار هاي ها؟ نحن بعدين بنخش الغبر ده معاهم بنتعزم معاهم خير الله يا ربنا والله القسطة والله كان والله شفت مثقال ذرة مثقال ذرة من حق الناس ربنا يحاسب على انت قال الحكايه فاكه ساكت ولا شو؟ انا ما بقعد ساكت انا ماشي اصرف شفتها الغويشتين اللي طلعت بهم من بيت ابوي ديل اصرفهم وخزنهم كل مره عليك الله نتيني بهم كل مره كل مره اشكري لي كل مره تقول لي الغويشتين اللي جيت بهم من بيت ابوي ديل الغويشتين اللي جيت بهم بس طوالي كل مره كررها لي عليك الله طوالي يا كرهتينا يا اخي هاي لكن ما جبت لي حاجه يا اخي اجيب لك من وين؟ انا عندي ابيت لك انا عندي قروش قلت لك ما بديك انا بيت لك كان انا بيت لك قول يا زول ده كعب الرجال ده اللي بيجيب القروش من وين انا داير اعرف اتلحلح ما... اتلحلح زي الرجال ديل الرجال تاجر خزن بيع بس ناسك لايف الوظيفه الوظيفه بتسوي شنو يا راجل يا زوله انا ما باكل اي حق زول وحياه الله اكل اولادي حرام الناس كلها ما كل الناس ملولوين الرجال ملولوين كلهم انا اتلولو زي انا يا اخي اتلولو يا اخي اتلولو تلولو ابقى انا اتلولو يجيب ابقى محمد لولو محمد لولو محمد كوكو لولو جيب انا غايته حق حرام ما بخش علي اصو الدار ياكل حرام بطريقته انا ما عندي معه شغله انت ما عندك انا عليه برقبتي بس انت ما عندك شغله الاخير انا دي ها انا دي زي ما محمد ده بقى تاجر من حبه صغيره كده وغينا شفت غويش تدين الغويشتين دين هاي مش اشتري سكر وخزن السكر السكر الشوال كان بقى ب 400 ابيعه ب 380 ربحانه ولا ما ربحانه؟ ب 400 خسرانه 20 ها انت حزامتها قريت حساب لا لا لا
اسمعني يعني محمد كان باعه انا اشتريته بكم يا اخوي؟ اشتريته بكم؟ بشتري ب 200 وحاجه. انت تعالي ها ما تفتح لك دكان اختي. ما اصلي ماشي عليهم. افتح لك دكان ساخن خزن شو حاجاتك قدرت تخزنيها عليك الله. ماشي اخزن والله اخزن المواد التمويل اخزن. اقول لك حاجه هاي. انا انت ما عندنا حاجه هاي. نقعد في البرندة هاي. واللوطين تفزن لك سكر كدي ومواد تموينية اللوطين. نقعد انا والولادات في البرندة دي بس. ما شاء الله والله زوجتي عندها عقلية تجارية. ايوه ما شاء الله. ما لقيتك انت ما بتفكر. انا ما افكر انت ما بتعمل زي الرجال. لا انا افكر الم السكر كله اجيبه واخزنه كذا. الناس التانيين كان جاوا يلقوا سكر ما في، انا ابقى سبب في انه الناس التانيين ما يلقوا سكر. اخوانا ده كيف ده؟ بس بقعد علينا احنا. خلي الحاجات قاعده. اي زول يشتري على حسب حاجته. اي زول يشتري على حسب قدرته. اي زول يشتري على حسب حوجته. نحن لا نشتري الحاجات بالزايد. اشتري انا دي. انا دي بشتري. انا دي داير ارفع اولادي. انا داير احسن وضعي يا ناس. ما ابقى زيك انت كده. الزيادات دي اسع بدل انت مشيت الدكان قال لك الرطو زاد. اسكت اسع الزيادات دي خلاص اتطبقت. الزيادات الراجل محمد ده من يسمع بيها ها؟ يزيد طوالي هس الليل هس اللي مشيت الدكان هسه. انا سايق ها قاعد اتونس. جو ناس قاعد بتونس وقال والله اخوانا الله خلي بالك اللحمه حزين لانه قال والله بقى يصدرها كلها بس طوال انا مش ازيد. شفت محمد ده هو شفت محمد ما سمع بس قالوا اللحمه دايره تزيد. يقول اللحمه دي انا ما بشتري لحمه ازيد كل الحاجات الموجوده في دكاني ده. ده محمد شغال كدي. ده غلط لكن محمد عبد الله ده والله شغال كدي. لكن ده غلط ما صح. كفي غلط. انت سمعت سمع قالوا لك يا اخي في زيادات. في زيادات لسه ما اتطبقت ما اتعملت. انا اقوم اطبقها قبل ما يطبقوها تطلع الغراره. هو انا ده كيف ده؟ ما ده الحاصل مسؤولية. عندنا هنا يا ناس انا ما في مسؤوليه. ما في مسؤوليه ما في مسؤوليه والله والله لو في مراقبه وفي مسؤوليه والله زول يقدر يزيد تعريفه. ما في يا حليل المسؤوليه يا يابا ويا حليل المراقبه يا يابا. ده كان زمان هسي هي وين وين ما في اي مسؤوليه. فكت نهائي. اي زول على كيفه. اي زول على كيفه يبيع ويشتري فينا والله ما كدي. الحاجه دي هسي اللي بيغليها كدي. شنو اقول لك حاجه هاي. وحاط الله نفيسه نزلت فحم منها السجاره دار الخزنه فحم للضحيه. الضحيه يا يمه بقوا يشبوا منها. شنو ضحيه كلها في الثلاجه. ضحيه وين احنا ده بعيد رمضان. ضحيه وين اشترت الفحم مخزنه للضحيه. من نساء من نساء من حسني والله بلل الملاء العقارب والحشرات ودعت والله ما يسوي لها حاجه. طريقتها شنو ده بطريقتها. لكن مره فاكره مره تاجره مره عندها عقليه. اخواننا حتى اسم الله نحن الحاجات ديل بس يعني هنا مننا ساكت. نحن ديل يا اخي نحن اللي بنفتح له الحاجات ونحن اللي بنسوي الحاجات بس من نسمع كلمه زياده دي كلنا نجري. قالوا البنزين ما في وكلنا نجري الطرمبه. قالوا غاز ما في كلنا نمشي محل الغاز. قالوا ما بعرف شنو كل اخواننا. ما معقول ازال يكون هلوع كد يا اخي. ازال ما يكون هلوع يا اخي. اقول لك حاجه يا محمد هاي؟ عشان تعرف المزل هسي دي انا دايرك تمشي الدكان تمشي لمحمد دار لي كيس مكرونه نعم ودار لي عيبه صلصه. امشي شوف محمد ده زاد الحاجات ولا ها في المكرونه امبارح جبتها بجنيهين البارح هاي. الليله هسي دار لي كيس مكرونه ده امشي محمد شوف المكرونه عنده بكم جدا وانا ماشي انا نفيسه جدا وكان لقيتها زاد اشتريها سامح 2000 بس جنيهين بسم الله جنيهين. يا ولد يا ولد امشي بتاع تلج اجيب لنا تلج. والله الواطة حر يا اخي روح نظارة تبرك حر تقيل. يا ولد جيب معاك سم الفار. الحياة دي كلها مخزن الفيران دي عذبتنا عذاب. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ان شاء الله طيب. مرحب. كيف؟ اهلا وسهلا. ما شاء الله الدكان عمر تب. نعم ما شاء الله. الله اكبر. دي هنا 5 بالنسبة لنا. اي والله زم رب الفلق. لا انا ما شاء الله انا قلت ما شاء الله. ايوه تريد الله يعني أيوة. ما قلت ساي. ايوه نعم. طيب تعمل ليه كده ليه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ليش ندي ستوب كده؟ ها؟ ستوب. ده شنو انت؟ مكرونة. ده المكرونة؟ أربع جنيه. لا قبل ما تجيبك. أه؟ أربع جنيه. مكرونة بأربع جنيه؟ طرشتها ولا شنو؟ أربع جنيه 4 1 2 3 4 طرشتها؟ مكرونة. أيوة مكرونة. مكرونة الكيس ده؟ أيوة المكرونة يا ابن العم المكرونة. أيوة أربع جنيه؟ أيوة أربع جنيه. مكرونة يا زول؟ يا أخي الزول ده مالوه مجنون ولا شنو؟ هاي المكرونة مكرونة 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 مربوطة بأربع جنيه؟ يا اخي هاي قلنا لك المكرونه
البارح ما قعدت تبيع فيها ب 2000؟ يا اخي امبارح بارح كل امبارح زي الليله، ما امبارح ده براوي يا زولوي. براوي كيف؟ ما في كلام زي ده. اللي حصل شنو؟ ما لك زيادات؟ لا، من امبارح لليله زيادات؟ ايوه، ما قالوا طلعوا قرار قالوا في زيادات للمواد شنو كده، قالوا احنا نقعد حياتنا دي نعملها زايد. الدكان ده الحياه دي ما قاعده في رفوف، قاعده في مكيف، قاعده في مراوح، قاعده في دكان. الدكان ده انا ماجره. انت؟ ايوه. مشيت جبت بضاعه جديده بالاسعار الجديده اللي قالوها؟ لا لا، دي البضاعه القديمه اللي عندي. الاسعار الجديده اللي قالوها اتطبقت على الناس كلهم؟ جاك منشور قال لك خلاص الزياده يا اخي؟ ما في ولا عندي منشور، لا في زول جاني، لكن في ما سيكون. ما سيكون كيف يا اخي؟ بالهوى ساي. انت بس تسمع، تلقط لك كلام، تلقط لك جمله طوال تمشي الزيت يا اخوي. وبعدين يا اخي الزياده دي اصلا بتتم كيف؟ بتتم لما انت تمشي تجيب البضاعه الجديده، تقول لهم تمشي الاجماع اللي انت تجيب بضاعتك الجديده دي. اذا كنت بالسعر الجديد معلش، بعدين لمعلومتك حتى البضاعة الجديدة لو جبتها خطيتها في الرف، دي البضاعة القديمة ودي البضاعة الجديدة، المفروض تقول لنا القديمة دي بكده اخواننا بالسعر القديم. ده كان انت عندك ضمير. والبضاعة الجديدة دي بالسعر الجديد كده، داير دي شيلها. انت بتعمل كده يا ابن العم؟ اي انت مسلم؟ نعم. انت مسلم؟ ايوه مسلم. بتخاف الله؟ ايوه. اهل خواجات خير مننا. خواجات خير مننا كده؟ اي خواجات بيعملوا كده يا اخي. اسمع، الواجهات بيجيبوا البضاعه، يقول لك دي البضاعه القديمه. يا ولد جيب التلج يا اخي. تلج شنو؟ مرسل الولد التلج يشرب مويه. انا يا اخي نشفت ريقي انت يا اخي. نشفت طريقك انا؟ يا اخي لوك. انا عشان بقول لك الصح، نشفت طريقك يا اخي. لوك كثير. لا لا، هسه برا خواجات برا والله خير مننا يا اخي. انا ما له خواجات يا خير مننا والله. يا اخي يوين خير مننا والله. الحاجه القديمه بيبيعوها بسعر القديم، بيقول لك دي بسعر القديم ما كملت لحد ما تكمل، وسعر الجديد بعدين الزياده شنو؟ ها؟ الزيادة أقسم وحاء الله يمين وحاء 100 300% زيادة. يا أخي يا ولد، ليش نشوف يا خزان ده جنانيتر يا أخينا؟ لا الزيادة نعم. الزيادة أيوة يا أخي. حاجة بأربعة جنيه. أيوة يا أخي. زيدة 50، خليها 4.5، خليها 24، خليها زيد 10 يا اخوي. اسمع المويه يا ولد 100. الزول ده حيطير هنا ولا حيعمل 300% زادت من اللي خلقني. من اللي خلقني؟ نعم. ما في حاجه بزيادها 300%. يا اخي اسمعني يا ابن العم. يا اخي اسمع، المكرونه دي باربعه شفتها؟ وبعدين شكل ذات ما شكل المكرونه. انا بشوف لك سخينه يا اخي. ما تقعد تفرفر لي هنا. ايه اللي حقك اكثر من تطلي؟ ما بتاكل مع مكرونه. شوف، انا اقول لك كلام. شوف لك سخينه ولا شوف لك طريقه يا زول. اقول لك كلام، انا اقول لك كلام. انت ما بتحدد لي انه انا اكل شنو. طيب انت مالك؟ ده موضوع ما بخصك. لا لا بحدد لك شنو. انا بحدد لك بتعامل معاك، انا مواطن، انت تاجر. نعم. تبع لي بالسعر المعقول. تبع لك شنو؟ ما تتجاوز السعر المعقول يا اخي. يا اخي ده كلام شاعر. انت شغال في المحليه؟ انت بتاع ضرايب؟ لا لا. انت بتاع نفايات؟ لا لا. انت بس لا الا اكون بتاع ضرايب. ايوه. لا، المواطن ده اخر حاجه عندكم. الصيفه شنو؟ لا، الناس كلها بتاع الضرايب. نعم. بتاع المحليه، بتاع الحكومه، الناس المزعولين ده كلهم شغالين لمنه. ما المفروض لنا نحن المواطن ده ولا شغالين لحاجة تانية يا ربي؟ يا اخي اسمعني يا ابن العم. يا اخي اسمعني. اسمعني انت، ما قادر عليك. اسمعني انت، ده دكاني انا صح؟ انا والله والله انا كان خلاقيات والله. والله 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 حاط الله يسلك قعبيك البحر ده. والله قعب والله يسلك. والله كذاب. والله انا اقسم بالله انا اخش لك في حلقك تعابير ولا شنو؟ انت هسه مالك انت؟ ها؟ عندك شلل اهتزاز؟ مالك انت بتعمل كده مالك؟ والله ما ارحمك. تعمل كده؟ والله ما ارحمك. ده الشكل بتاعك تعمل كده؟ يا اخوي اسمع، المكرونه ب 4 جنيه. هاي هاي ما في مكرونه ب 4 جنيه. مكرونه امبارح ب 2 جنيه، انا ما ممكن تبقى ب 4 جنيه يا اخي. ده ما منطق يا اخي. المنطق شنو؟ المنطق في راسك شنو يعني انت؟ ما في حاجه زادت من امبارح لليله، ما سمعنا زياده يا اخي، ما سمعنا مكرونه قالوا بزيدوها يا اخي. يا اخي انت ما عندك واتساب؟ هاي صح، سمعنا قالوا الكهرباء حيزيدوها، لكن لسه جايطين ما معروف عصوا شنو. يا اخوي ما اسمع، ما اقول ايه. راجلنا ونسال احد راجلنا. قالوا المويه فيها مشكله، قالوا حيزيدوها، لسه ما زادت. يا اخوانا انتم بتزيدوا الحاجات قبل ما تزيد؟ يا اخي ما من راسك يعني. لسه الناس بيتكلموا، بيناقشوا، لسه بيناقشوا، بيقولوا حنعمل كده، لو ما عملنا كده الحاجات الفلانيه حتزيد، لانه في كده الناس لسه بناقشوا. انت يا اخي خليني ناقشوا. مش قالوا؟ مش قالوا؟ لا يا اخي تزيد لا يا اخي. الزياده ما جت يا المويه يا ولد. عندنا زياده زياده ما جت يا اخي. تزيد انت على كيفك يا اخي. تزيد لا يا اخي. الكلام ده ما اصلا اوريدي قالوا صح؟ اوكي انت للتنفيذ، احنا بننفذ. ما بتزيد انت، ما بتزيد. الزياده ما جت. ثلج ب 10 جنيه. انا عندي 5 جنيه. ثلج ب 10 خلاص. اشتري نص. ها؟ اشتري نص. هاي اشتري نص. انا داري اروح كمان.
يعني يهودا اللحمه كم؟ يهودا اللوح ب 10 اللوح ب 10 هاي دول عنده 5 جنيه يا اخوان بتتكلم كيف؟ اصل ده رسلته انا اسمع قول لي ربع عليك الله لا وانت وانت رضيت انت ترضى ليه؟ ما تشتري ما تشتري ليه؟ انا عندي 5 جنيه اه انا نوعك ده هو نوعك ده هو البرضه ده عشان كده الحاجات بتمش عشان كده الحاجات بتمش انت عندك 5 جنيه بس ما في زلمه يعترض وده شنو اللوح يعني؟ اللوح ما هو ده يا اخوانا يعني عايز اقول ده يا اخي انت لوح انت لوح ها؟ انت لوح اللوح بكم يا ما اللوح ب 10 قلت لك اللوح ب 10 وده قال عنده 5 جنيه حيدو نص حيدو يا ابن العم انت العربي ما بتعرفه ده عنده 5 جنيه هاي داير لوح اللوح ب 10 يدو كم نص صح يبقى المشكله وين لما يدو اللوح خلاص يلا يبقى المكرونه حكيت انا برضه كذلك يدو اللوح كلم يا زلمه يا زول هي مرتك انت متزوج ها مكرونه باثنين ما متزوج قاعد مع بنيته قاعد مع ابنه يا زلمه سنجل يعني خلاص يا زول كلمهم قول لهم في زيادات ما يجيب مره تجيب ليله تقول لي المكرونه بكده المكرونه باربعه هوي. والشعريه باربعه هوي. والرز باربعه كل المواد التموينيه كلمهم طوالي المره دي يعني هوي والله شوف انا ما بشتري من باربعه ما يا اخي ما عندك ما تدري باثنين ما بديك ما في يا زول يا اخي انت ما جبت بضاعه جديده البضاعه هذه قاعده يا اخي البضاعه قديمه يا ابن العم البضاعه ما جوا الدكان مش بعدين الزياده لسه ما جت ما طبقت يا اخي لا اله الا الله انا رجال ما تطبق يا حتى يا الحكومه ما طبقت لسه انت قاعد تتكلموا يا انت تطبق الكبار انا هذا تسمعوا اشاعات تسمعوا كلام طوالي طق 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 تخطوا لنا انا بتكلم في سياسه لا تخطوا لنا انا بتكلم في سياسه انا بتكلم في سياسه تكلم في سياسه منو انا بتتكلم في سياسه تكلم في سياسه انا بتكلم في لكم وشرب يا زول لازم تتكلم في سياسه انا بتكلم في سياسه يا زول هي يا زول هي في دكتور والله في دكتور دارت لبستهم صح اقسم بالله انا كلمت في سياسه انا كلمت وقلت لكم وشرب انا مش قول لي مرتك ما في شعريه المكرونه مكرونه باربعه بس ما المكرونه باثنين ما في لا محمد بعد اليوم هدا 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 النسوان جاي تعب على النسوان هذيل النسوان ده قال يقفل انا الدكان حقك ليه يقفل الدكان يقفل الدكان لانك انت زول بتزيد من راسك كيف بتزيد من راسي ايوه شوف لك حله ثانيه حلتك دي ما بتقعد فيها يا وليه يا مره هي أيوة. ما تقول لي ده دكاني انا ماجره ماجر الدكان ده ما بيقفل بضاعه انتوا عندكم قروش تعالوا اشتروا ما عندكم اقعد في السخاين دي أبغى السلايك دي قالك هاي أبغى الجراريس والله نحن بناكل دان عاينة الشيء وغراسة بعلا منو بقى هيا شكل ده شكل دان ما لما والله استقل سنبريا ساكت يا أخوي هوي ها النسوان ده انت بتاكل دان يعني منو ده أنا ما باكل دان أنا بشتغل في دكاني ده دكاني ده دكاني شغال فيه ده اسمع يا محمد ما تقعد تظهر لي النسوان لا 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 المحلية ما قدروا عليك الحكومة ما قدرت عليك بنقدر عليك نحن المواطنين ده أيوه نحن بنطلعك من البلد دي بطلع شو يعني بطلع من الدكان ده يا خالد وكيف تشطروا علي انا؟ امشي للناس اطلع الغرارات جايين انا ليش يعني؟ الغرارات وينها؟ عندك عندك غرار في يدك اديني لو اديني الغرار انت جايين نحن جاهلين؟ اه ادينا ورينا ادينا الغرار في يدك طلع الورقة جيب الغرار وينو الغرار؟ جيب الغرار ها؟ ها؟ الغرار هسي طلع الغرار ولا قفل لك دكانك ده هسي دي يا قاعد سمع بالتليفون بس بالتليفون بالواتساب ها؟ بالواتساب الليلة الواتساب ده اكلوا واشربوا ها؟ الليلة الواتساب ده اكلوا واشربوا الليلة الدكان ده هسي انا اجيب المحلية تقفلوا لك اديني الغرار منصور شو؟ لا يا شفت انا امشي اجيب لك المواطنين الليلة هنا يقفلوا لك الدكان بس لا 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 انت كنت داير مكرونة بكم؟ لا المكرونة بكم؟ 2 جنيه 2 جنيه جدا بجيب لك المكرونة انت داير شنو؟ انا بعيدك بس والله العظيم يا مروة يا مروة أمر عليك أمر عليك الزيادات دي ما للمواطن ما صالحة نهائيا وهي حاجة بتقول زيادة زيادة أي واحد مواطن يعمل حاجة زيادة بالغلط الكلام ده والله ما بجوز نهائيا المواطن مسكين وتعبان وما عنده أي شيء بياكل وبيشرب أنا الكلام ده منكم غلط يا الموية تعرف الموية زادت الكهرباء زادت وقري زادوا ما في في الجيب لو فرضنا في زيادات حاصله في 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 الشارع العام يفترض المواطن يكون واعي جدا يعني يمشي يبلغ السلطات بطريقه سليمه والتاجر ذاته يعني في النهايه حتى لو زاد ما يفترض اي زول يتكلم معه يمشي يشوفوا السلطات الرسميه يبلغوها بانه في يعني التاجر الفلاني في المنطقه الفلانيه هو عامل زياده اضف الى ذلك انا دار اوعي حاجه معينه يا استاذ محمد غياب السلطات الرسميه غياب الرغابه هي بتشكل دور كبير جدا في زيادات الحصه في السوق يعني حقيقه نحن بنلقى يعني الحكومه او السلطات يعني بتعرف تعاقب مثلا ناس المرور في الشارع يعاقبوا الزول اللي ما عنده رخصه اللي ما عنده بتاع في حين انه المفروض ناس المحليات وناس الدور الحكوميه يعني شغلتهم شنو هن؟ يحوموا في الاسواق دي يشوفوا زيادات وين منو؟
فحقيقه الزيادات الحاصله اساسا الدور الاساسي اللاعب فيها السلطات الرسميه. حقيقه الزيادات دي بتتم باسباب كثيره، اول حاجه في جشع من قبل التجار، وفي برضه هلع من قبل المواطنين، وبتتم عن طريق الشائعات باسباب وبدون اسباب. وفي ظل تحرير الاسعار من الصعب جدا انه المساله دي انه الناس تضبط السوق، فيبقى دي بتوقف على انه وفره الانتاج ووعي المواطن انه الواحد يشتري على حسب احتياجاته. التخزين زي ما ورد في التمثيليه انه التخزين مال المواد كلها وبتساعد على ارتفاع الاسعار. نحن بدنا نعرف دار الشمس سنه زياده، ليش شنو زياده؟ الكهرباء غير متوفره، الماء في اماكن كثيره في مدينه الخرطوم غير متوفر، في ماذا زياده؟ المواطن يدفع من حر ماله دفعا مقدما، فلماذا تقطع المياه وتقطع الكهرباء؟ هي غير متوفره، فلماذا زياده؟ هذا سؤال واحد. والاشياء ثانيه اخرى، يعني هناك زيادات كثيره في سلع اليوميه، يعني كالرغيف والذره، ونظرا لماذا هذه الزياده؟ اهم حاجه انه المواطن يعرف حقه، ده اهم حاجه انه المواطن حقه يعرف حقه وما تكون في زيادات، والزياده ذاتها تكون مغننه، انه المواطن ذاته يعرف انه الزياده ديت من وين، هل جات من وزاره التجاره، زيادات محليه، جات من وين؟ المواطن ذاته ما يخلي حقه، الغلط ذاته من المواطن، يعني هسه عند التجار والناس وكل الجماعه دي الزيادات دي بيفتكروها من راسهم وتتغنن وتمشي على كده. اضرب لك مثلا ابسط حاجه، احنا مواطنين هنا تجي الحفلات زمن الزروه الساعه 2:30، الحفلات الكبيره تكون ما في، تجي الهيسات الصغيره دي بيقولوا ب5 جنيه، يقولوا ب10 جنيه، الناس تقوم تركب. دي نوع من التشجيع وتشجع الناس الجشع وتخلي الناس انه الزول التاجر ده ما عنده هم، المهم يلم بكده ولا كده. بعدين ذاته انا ذاتي انه التاجر الصدوق المفروض يكون صدوق ذاته، التاجر يكون صدوق، ما بتكون فيها بركه، القروض دي ذات البلمه دي ما بتكون فيها بركه، يسهب الحرام من حيث اتى، دي ذاته لو بتفكرها حرام والناس لانه الناس غلابه وبتجيب القروض دي، الواحد يدعب شديد انه في معاناه، المدارس، المصارف، السكر، الشاي، الصابون، مشاكل كثيره في راس المواطن. انا والله بختصر الموضوع ده كله في حته واحده، اتمنى من الله انه الدوله تعمل ديباجات على كل الاسعار عشان المواطن يتفادى مشاكله مع التاجر والتاجر يتفادى مشاكله مع المواطن، وعشان كده تكون مشكله التاجر مع الحكومه، وده كل ما نتمناه يعني. يا محمد هاي يا اخي، بتعمل فيه ده غلط والله. غلط كيف يعني؟ والله ما صح. كيف يعني؟ ما ممكن تدفن الخور اللي بيصرف ميه الحل دي كلها. الحل ده كله حيغرق. ادفنه هاي؟ تدفنه ليه؟ يا هنا انا عندي ناس كبار هنا في البيت، هنا عندي امي كبيره وعندي حبوبتي بتيجي مارقه هنا، وعندي حاجات كبار قاعدين معاي، يجوا ينطوا الخور يعني ولا يمشوا بوين؟ يا اخي ده بيتي وده وقدام بيتي. طيب الحكومه جات حفرت الخور، صرفت على الخور ده مقلبه، مع انه كل سنه بتجي تعمل تكرر نفس الحاجه، هي حفر الخور يا اخي حفروه قدام بيتي. طيب اجيبوا لي ماسوره يخطوها لي عشان انا اردم فوق الماسوره عشان المويه تمش بتحت، عشان انا الحجاج الكبار ده كان مرضوا، هسه انا عندي زول عيان هنا كان داير امرقه ينط الخور ده كيف؟ وزول ما اشيله انا يعني بيدي ولا اعمل كيف؟ ولا اجيب له وينش عشان اشيله؟ يا حمد الله. يا حمد هوي ما تقعد تقول لي ماسوره، شكلك انت الماسوره. الخور ده اتحفر اتحفر، انت تتصرف، تجيب لك صاجه، تجيب لك برميل مقطوع. اتصرف انا؟ هاي لكن ما تردوم. احنا ساكنين في الحي الورده. انا ما عندي استطاعه اتصرف، انا ما بقدر اشتري لي ماسوره ولا شيء. تقول لي ماسوره؟ اي يا اخي ما تقول لي ماسوره، انا بشاء من الكلمه دي. لا بتشاءم مني عديل. لا ماسوره مالها؟ ما تقول لي ماسوره مالها؟ ما عندك شغله بيها. ما كلمه خليك الله مالها؟ اي بس المهم الخور ده ما تدفنه انت. لا بتدفنه. ما تدفنه يا اخي، تدفنه ليه؟ يا اخي عيب عليك يا اخي، ما تدفنه يا اخي. ما عيب عليك. قول الحكومه حفرت كويس؟ اي التراب جنب الماي. اي انت شيل التراب. الحكومه دي قاعد تحفر كل سنه صح؟ اي طيب ما تحل الموضوع ده الجذري. تحفر وتجيب مواسير. يا اخوانا كلامي ده غلط؟ كان غلط قول لي غلط. انا زود بيحفر له خور كل سنه، لنا 100 سنه المحليه تجي تحفر الخور خلاص، بعد شويه التراب ذاته ما بشيله، بخلوه جنب الخور، شويه بينزل ثاني السنه الجايه يجي يحفروا ثاني. دي ما قروش، ده مصاريف يا حمد.
انتوا ذاتكم مساهمين في الحاجه دي، كل ما يقفلوا الخور قاعدين تقولوا يا اخي السنه دي الخريف خفيف، لا السنه دي الخريف ما في لا 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 ما في حر، لا لا اول ما تيجي الخريف تكوركم غرقنا وبتاع. انت قاعد تفتي الخور ده موضوع انا، ده ما مهمتي انا، ده مهمه المسؤولين، مهمه الحكومه. لا انت ذاتك كمواطن بيخليك تفتي الخور شنو؟ ما تفتي الخور يا اخي، دي مهمه المحليه. حفرت خور جيب ماسوره خطه ارض دم، بعد ذاك المويه بتمش بتحت، يجي الزول يخش بيته، على الاقل انا اخش بيتي انط الخور امشي. طيب انا نطيت، انا نطيت عندي صحه، ابوي الزول الكبير ده يجي ينط الخور ده كيف يعني؟ يا اخي عين لي يجي بوين يعني؟ ما يخش البيت يعني ولا يمشي؟ طيب عندي عربيه دار ادخلها البيت، ادخلها بوين؟ عربيه؟ هاي عربيه. يا اخي جيب لك ميركين، اجيب لك ميركين، جيب لك فلنكوت. ولا من وين؟ جيب فلنكوت يا اخي. لا يا اخي طيب انت ما تدفن، انا من حقي يا اخي، بنغرق يا اخي، نحن بنغرق. المويه دي لو جاء ما عندك زول كبير في بيتكم؟ عندي. طيب لما لو الخور ده يتحفر يجي معرك كيف؟ يمرق بوين يا اخي؟ امشي للمسؤولين، امشي المستشفى سريع. امشي للمسؤولين، امشي للمحليه، امشي للمحليه. اقول لازم يعني صور المحل ده، صوره بالموبايل. الحداثه ما بقت. انت مشكلتي انا براي يا اخي، مشكلتي انت مشكلتي كلها يا اخي. يا اخي يعني هم فاهمين يعني؟ هم عارفين صعب كلامي ذاته يا اخي. انت ما قاعد تصعب كلامي يا ابن العم، انا كلامي واضح. قلت لك انت لما تدفن الخور اسا ولا امبارح حفلتكم اللي عملتوها هنا دفنت الخور ده عشان تعمل لك حفله؟ يعني ساق عرفته ومشى. هاي ندفن هاي، يلا احنا نغرق ولا كيف؟ اقول لك كلام انا بدفن الخور طوالي. ما تدفن عليك الله، انا بدفن عليك الله. انا بتكلم معك بلتي احسن، انا بلتي احسن، انا ذاته بتكلم معك بلتي احسن. هاي يعني والله خلاص الناس ساكنين في الحته خلاص شفتها، روحنا مرقت خلاص، زهقنا زهقنا عليك كده يا اخي. ما معقول يا ما معقول يا اخي، كله شهرين ثلاثه يا اخي الناس المحليه جايين احفرك 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 احفرك، يحفروا الخور ويمشوا يخلوا. لا يا اخي ما في ناس كبار بيجوا يقطعوا يا اخي، يا اخي ما يخسروا ما يخسروا قروش شت مره عشان ثاني ما يجي يحفروا. يا اخي انا بوفر عليهم هسه، دي ما بتوفر قروش هسه. انا كان حفرت الخور ده وجبت ماسوره خطيتها ثاني ماسوره كده انت ثاني ماسوره يا ابن العم. هاي يا اخي كلمه ماسوره دي ما تقول، اقول لك بتشعم انا بتشعم منك. يا خد بالك انت ما عمل انا مواسير، المشكله شنو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي. الماسوره دي بتحل المشكله. اي هي ماسوره كبيره حقت خرسانه، خرسانه كبيره. أيوة. ال- 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 الاسطوانيه دي، الاسطوانيه دي ايوه. طيب تحطها في الخور كويس، تدفن عليها. نعم. ثاني ما بتحتاج السنه الجايه لازم تحفر. انا اديك كلامي هناي، انت ادفن على الكلام ده كله كده، الموضوع انتهي. انت ادفن على الكلام ده كله وما تدفن الخور ده. الخور ده لو دفنته نحن متضرر. طيب انا من بيتنا، احنا زيران يا اخي، ما خلينا نتكلم كلام فارغ ساكت يا اخي. انا من بيتنا اطير يعني مثلا، اطير اعمل جناحين. انا ما شغلتي، ما شغلتي انا تحت اطير تعمل جناحين. طيب ما شغلتي. لا شغلتك يعني، يعني احنا ما نقدر نمرق، كان عندنا زول عيام ما يقدر يمرق، دي ما شغلتك. لكن شغلتك انه الخور يكون فاتح. خلاص انا ذاتي ما شغلتي. أه؟ انا ذاتي ما شغلتي. طيب ما بتغرقنا نحن يا اخي؟ ما تغرقوا. أه؟ ما تغرقوا. غرقتكم طيب. هنا أه؟ انا جيت اديتكم حته هنا، جيت انتوا بتمنوا ذاته في محل مجرسين ليه؟ تمنوا ساعه تمنوا مجرسين يا اخي. ده ما مجرسين عليك الله، ما تقعد تطور لي الموضوع لمجرسين ويجوا الناس المحليه يقولوا الحته دي مبنيه غلط عليك الله. ما تفتح لي باب ثاني. حلتنا دي عاليه جدا، انتوا حلتكم انتوا المويه لما تكفي الخور هنا بنغرق احنا بس. ده كل الموضوع يا ابن العم يا اخي، ونحن ناس جيران ما في داعي للوك لوك 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 ونخسر بعض. بس كلامي لك كده، ما تقعد تتكلم كلام فارغ. الكلام ده واضح افتكر، واضح. انت كلامك صرفته معي ده هسه، ها كلامك الكثير ده صرفته معي ده. اها انت اصلا كنت زول دار المصلحه وداير انت ما تغرق، ما تمشي المحليه هناك يا محمد. جايين انا ليه يا محمد؟ هاي؟ سيب الكلام الكثير يا اخوي. انا حمرق معايا شوالات حق هذا الوساخه ديل قبل الخريف ما يجوا يعفن لنا البيت. طيب النفايات ما جوا ولا شنو؟ نفايات شنو هم تاني قاعدين يقولوا ناس النفايات بس يشيلوا قروشنا؟ ناس نفايات شنو اللي يا اخي؟ يا مرة يشيلوا قروش كيف؟ يشيلوا قروش ما يجي يا مرة الخدمه كيف؟ لهم كم يا مين؟ ما تديهم ثاني، ما تديهم اديهم شنو؟ ما قالوا وزعته، قالوا الكتروني يا مرة يا مرة. معلش يا معلش، الشوال بتاعي بتاع الوساخه خليه عندك لحد ما تجي العربيه. هي أيوة البيت جاي اكب في الكوم، جاي اكب من فوق على الكوم الحمراء ناس المحليه ديل. ما هذيك امام مقومه. لا 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 عليك الله، لا 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 انت شوالاتك معروفه. اول امبارح اخر شوال خطيتوك كامل لقينا فيه جلد بتاع خروف، خطي لنا في الحله فطيصه. احنا ما بتعرف فطايص، كنا ضابحين يا اخوي. ضابحين شنو؟ كنا ضابحين. ما لنا ضابحين ولا سالخين. الوساخه ما طلع علينا برا في الشارع، احنا ناس احياء ساكنين مع بعض. ده تعزونا احنا يا اخي، عملت لنا جيوب انفيه واخلاقنا جاتنا. انت جاي بخيل زيك يوم ذاك لما انضبحت الخروف، مرتك شايله الجلد بالدس ودته الكوشه، شفتها بعيني. لكن احنا بنعزم استك يا اخي، الخروف ذاته صغير. الخروف صغير عم بلوك صغير كده. ان شاء الله جداده، ان شاء الله جداده. الجار بالجار يا اخوانا، ضو الجار ولا ما صاحب. نحن ريح الشيات عزتنا، كلنا بنغلط، ما في زول ماشي عديل عليك الله. الغلط راكبنا كلنا، انا الواحد اعترف. انا عشان نحل المشكله. اسمع، مش نغمد عيوننا.
انا اللي فاتن في بيتي دي كلها ما ارجعها حطاها برا. انا شو ناس العربيات دي ذاتهم بيعملوا شو ناس. قولي ما جو قولي ما جو يا وليا بتتأذوا انتوا. منو الجوال ده فيه فطايز ده وفيه وساخه بيرك فيه الضبان. الضبان اوريدي حيجي ناطي لك البيت. انا في بيتي انا الضبان يرك في بيتي انا يرك في بيتك يعني قاعده في سياق في الشارع يا اخوي. يا اخي ما بيجي ده اسمه توالد البعوض. انت انتظر العربيه والاخده ما يكفينا الخور. نحن حيينا بيجاي وما في داعي للإساءة والكلام الكثير. انا كلام انت انا ما ست ازول. انا عندي ناس كبار بيجوا مارقين. ما ممكن ازول يجي مارق ونط له خور لانه ما حيقدر ينطه. لازم اعمل له كبري ولا اعمل له ردميه ولا اعمل له حاجه عشان يمشي. اقول لك حاجه انا ما بقدر اعمل ولا عشان ناس كبار ولا عشان اي شيء. عشان ناس المحليه داري يتعلموا. كل سنه حافرين الخور ده وخلينا البغاية حقته ترجع تاني. يا جماعه الناس دي بيشيلوا قروش ساي. يا اخي دي خطتهم يا اخوانا. خطتهم ما اي مسؤول بيجي بيقول يا اخي انا لو رشحوني انا لو مسكت المحل ده بطوره. اول ما يمسك يبقى في روحه. اي والله ما في حاجه بعملها. والله انا معاك. اي شفتها. اي زول مسؤول يجي. نعم يقول اخوانا انا بمسك الحته دي بريحكم وريح المواطنين. ايوه ايوه المواطنين الصغار الاحرار. ايوه ايوه المواطنين. ايوه هنا المكان الحي ده يكون نظيف. ايوه وحيتقدم والفجة حتكون نظيفة. أيوة. برو أول ما يقعد في الكرسي تاني ولا نشوفه. ولا نشوفه تاني. دي ذاتها ما أعرف حلوة كيف دي. ها؟ دي ذاتها ما أعرف حلوة كيف. ما هو لازم يكون في زول مزعول منه. لا حول ولا قوة. أنت مزعول مني أنا؟ أنا مفروض يكون في زول مزعول مني. داك يكون في زول مزعول منه عشان ده يجي زعل ده يقول لي عملت شنو ده يجي زعل. لكن دي ما في. هاي لك أنت ما خطة بتاعتك بقول لك. خطة اسمها يعني بعيدة المدى وقريبة المدى خطة. ما برمجه خطه بين انا لك عندنا خطه ده حنا يا اخي عندنا خطه زاتو. اسمع يا محمد بلا خطه بلا كلام فاضي معاك. المثل دي بيجي علي انا انا برايي البشير الوساخه باخدها بس خلاص الناس دول كلهم قالوا خطه وساختهم ايه يعني ما انت لما تقولي دول كلهم هي المثل اي كارثه وين التجاره. المشكله لما تقولي انا برايي بيجي علي حتى لاجح الكلام اللي بتقولي فيه ده ليه. انت ابدي بروحك ابدا بنفسك. انت اول حاجه الوساخه خليها عندك. العربيه بتجي ما جت بالليل جري الوساخه دي وديها شوف المحل. لكن انت خدتها لنا في الحله ما ممكن. احنا عندنا ضيوف بيجونا بنعمل حفلات بنعمل عندنا اجتماعيات. احنا ناس بريميتيف. احنا ناس كريشنز. لا هاي 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 انت ما عارف. ايوه انا شايف عنده جاب له سخافه كده. ايوه يس ذيس از شنو عليك الله. هاي كله مكتوب. هاي 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 ذيس از هاي 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 انا ده نترجم على شريط عليك الله. ما انا مال This is who. أنا مالي أنا كل كلام. أنا مالي ومالي this. أنتوا رجال. أيوة. أمشي حلوا المواضيع ده مع الحكومة مع المحلية. لكن مش المحلية. تجي شوف تجي حل المشكلة. وسخت بجيبها بس. هاي المحلية. أول تجيب الوسخ. جيب الوسخ طوالي. لا 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 لا. في زول بيخلي وسخ. يا أخي زوالة ده في ورا نيفة يا أخي. في زول بيخلي وسخ في بيته يا أخي. طيب تمرق في الشارع يعني. تمرق في الشارع. ما في كلام زاد عليك الله يا أخي. مش قلت مش قلت في عربات. أي. خلاص العربات. عربات تيجي بتصير تعرف تطلع وتفتح الباب. من يسافر العربات بتصير تقول حكم انت قالوا حكم الزول ده. لا حكم شنو انا ما بشيل بخطه الوسخ برا. لما تسمع صفاره يا اخي عليك الله. وين الصفاره؟ ما صفاره عنده. واحد عنده صفاره ما في. ما في يا اخي انت ضاله ثقيله ولا شنو؟ هاي ضاله ثقيله. ها؟ هاي ضاله ثقيله؟ هاي تستحمى يومي يا اخي والله العظيم الخور ده ما تتفهم. هوي 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 ما تقول لي هوي. هوي والله بقول لك والله بقول لك والله بقول لي هوي. شوف 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 الموضوع ده لازم يتحل جذري. اها قصة انت تعمل تردم من بيتك وقصة انه يحفر لنا خور ويخلي التراب برا وقصة انه ما مهتمين ما بيجوا بشيلوا الوسخ ونجي نخط الوسخ نكبه في الخور. ده كله كلام ما بينفع. نعم الحل لازم يكون جذري. نحن نلم ناس الحي ده كلهم كويس ونلم ناس الحي الثاني. طيب وكلنا نمشي على المحلية كويس ونقول لنا الخور اللي حفرته ده الخور. ايوه وده الوسخ. ايوه وده الحاجات كلها قدامكم. حلوا لنا المشكلة دي. يحلوها لنا يا اخي. ما ممكن باسخن كل سنه يا اخي يجوا يحفروا يشيلوا التراب يحطوه جنب الخور كده يمشوا كده الخور التراب ينزل ثاني سنه جايه يجي يشيلوا بس خلاص ده كلام جميل. بعد صلاه العصر نتلاقى في الجامع بتاع نص الحي ده ونكلم الكلام ده ناس الحله. الخور ده يجي يدفنوه يحطوا فيه ماسوره ويجوا يجيبوا التراب ده يزيحوه يعني الماسوره ثاني. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز اتكلم ساي تتكلم ساي قلت لك يا محمد ماشا ما شاء الله تبارك سكيت الله سكيت لك يلا سكيت لك أسكت لكن بيجري هاي. بيجري لكن احنا النسوان هاي. ما شاء الله هاي. عملنا اجتماع هاي. نادتنا احلام احلام المديره هاي. عملنا اجتماع قالت لنا يا ناس الحيلة ده كله ونحن لو اتفقنا الخريف ده ما بيعمل لنا اي حاجه. هل اتفاق كاشر يا محمد انه اي زول
قدام بيته كان 200 متر كان 300 متر اتولى المدى اول حاجه احفر براه كويس اشيل المخلفات بتاعت النادي برا ما بتاثر بحاجه تجيب نعم. اولادك تملوا تخد الوساخه دي في شوالات تشيلوها تودوها حته بعيده تاجروا لكم كارو تاجروا لكم عربيه اتفقنا نحن الناس كان كله ذول حسم لنا المزه اللي قدام بابه دي يعني ما بتكون عندنا مشكله ولا كيف يا ناس كل ذول بس قدام بابه كويس نحن حسمنا المزه اللي قدامنا الناس اللي بيجوا بالعربيه يشيلوا مننا القروش كل شهر دين نسنا فايدة الثاني ما نديهم نسوي له شنو خلينا ولا الله هلا ما خلونا بيشتكونا يا مداك جابوا لي يا مداك انت عارف شنو يا محمد يا مداك جابوا لي وحاط الله جابوا لي صار جابوا لك هنا استفتاء قالوا لك عندك جسر هنا استدعى استدعى للمحكمة قلت لهم انا مالينها بس انت البيت البيت سيدي محمد يا ناس المحكمة شنو دارت توديني ليها قالت لي والله العظيم اي انت بنت لعيبة لعامة قالت لي انت شايفة ولا ما شايفة والله العظيم تجي المحكمة جيتي ما جيتي انا اجي اتفسك في عربية النفايات دي جوا يعني انت وسخ والله عملت لي كان يا محمد وانت سكت لا انا سكتت خفت لك خوفتني مانعة ما كلمتيني ما كلمتيني في لحظات الطوارئ ما كلمتك بابك لا ده استهبال والله والله العظيم قال لك ولا انت ما تجي انت ما تجي تشيل الوسخ وتجي تشيل مننا القروش كيف يعني؟ قالت لي كده تدفع قالت لي انا شغاله انا بتاعت محليه انا قالت لي انا اي زول بس اي زول يقول لك ادفع انا خيال البيت دي ذاته يشيل القروش بدون منها حاجه بس تشيلها كيف؟ ما عندك ادك وصل ما فيها وصل بتديني وصل لكن بيصير علينا اصرار شديد خلاص ما اصرار بتاع استلم ورنك 15 الحكومه قالت اي زول ادفع قروش ورنك 15 ما تدفع قروش ساكت اها ورنك 15 ده شو كمان؟ الكتروني؟ اها كيف يعني كده تعال ورينا اللي تعال ما عارفه ما عارفه انا عارفه منو يا جماعه الالكتروني ده انا عارفه منو لا انت ما عارفه ما شفته لما قالت طلعت الحكومه قالت برنيك 15 الكتروني تدفع اي قروش للحكومه عشان القروش ما تمشي سايت تجنب بجنبها اسمع هذول الناس كلهم ما عارفين هذيلها ما عارفين لا انا عارفين 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 وحد اسم الله عارفين يا جماعه ما عارفين ها ما بعرفه انا انت قروش تحصيل اي قروش خش الحكومه ببرنيك ما تدي زول قروش ساي شوفي ما زول يديك وصل مكتوب عليه كتابه ساي لغوصه ساي والله يوم ده شرت مني 15 جنيه ومشت قلت لها قالوا لي ايصال قالت لي ايصالات انتهت المره الجايه بجيبوا ليكي شوف ده ولا بيجي شنو منك ثاني ها بيجي شنو منك ثاني والله ما اديها ما ما ما, ما بتقول لك ما على كيفك اديها كيف يعني بتقول لك استدعى استدعى هوي دي مشكله ما بتتحل انا كلمتكم قلت لهم المشكله دي كان ما وقفوا معانا ناس الحكومه ذاتهم برانا ما بنحلها يا اخواننا اخواننا في حاجات الا الناس السلطات المزولة تتدخل فيها ما بحلها المواطن براو اس يا محمد ده كلكم والاستعداد للخريفكم يا جماعه الخريف ده قالوا جاي تقيل خلاص السلام عليكم ايوه عليكم السلام ازيك كيف شو طيبه لا حول ولا قوه مش هي سالته ها؟ سالته ها؟ ما بخلي الحاجه زي انا ها؟ انا 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 شارب لايك ا نايف حتى سكين انجليزي ثاني خلاص هاي مشي سالته قلت لهم يا اخواننا الالكتروني ده شنو قلت لنا ده هاي. قالوا لنا الالكتروني ده معناته اختصار للارانيك الكثيره الاتصالات بتلقى مثلا يقول لك مثلا المحليه براهم ودي الناس ما قتجناش شنو براهم الكلام ده كله بقت فاتوره واحده لكن ذاته فيها مشاكل المشكله الاولى انهم يقول لك الشبكه طشت الشبكه نحن ما عندنا شبكه آه ما في شبكه نحن نحن لا عندنا كهرباء لا عندنا شبكه معلش لا عندنا مويه ايوه لا عندنا رغيف ايوه لا قالوا الرغيف هنا جات في البحر وين؟ قربت خلاص الدقيق جاي آه الدقيق الحمد لله يا رب الحمد لله رب العالمين ها اشتري جنريتر لا شنو ها جايه جايه كهرباء هنا مضبوط لمبه ولا زيك ها جايه 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 هاي قالوا جايه هاي قالوا كهرباء جايه وبعدين ذات الفواتير دي بتاعت الالكترونيه يعني مثلا يقول لك والله يا اخي الشبكه ما شغاله لكن انت جبت هي بتبعها ب 10 يقول لك جبت ثلاثه عشان الثلاثه دي بوديها وين؟ تجنيب ها؟ تجنيب تجنيب بجنبها عليك الله؟ ها؟ انت مش وين؟ ها؟ هوي الكلام ده الله يجيب لك كلام الكلام ده يجيب لك كلام نو 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 ذيس از اي ما دام الكلام ده بيجيب كلام احنا الكلام ده بيجيب السجن والعنايه انا بري 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 تعال كلم تعال كلم لا 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 تعال تعال لا 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 سجن سجن كده تعال انا بقول لك كلام تعالي اها اخوانا عاين انا بقدر على السجن لا لا احنا عاين لا سجن ولا نعمل حاجه برانا ممكن نعمل لنا حاجه تكون ما قانونيه كويس نحن من دربنا ده نعم نمشي على ناس المحليه كويس طيب. واحد زائد واحد بيساوي اثنين نعم اخواننا والله نحن حاصل لنا كذا 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 انتوا ديل
لازم تسوي لنا شنو عشان احنا بعد ذاك الحاجه اللي ما بتقدر عليها نتمها نحن. انا تخيل لي كده نكون حلينا المشكله. لا لا ده كلام جميل بس this is important important الحكومة المفروض تدعم التعليم والصحة وما إلى شابه لذلك، لكن أما الأثار فيكون في حدة بتاع التنافس يلجأ للجمعيات التعاونية السابقة في العهود القادمة يعني عشان تقدر يكون في منافسة. هاي ده واحد. أما من ناحية الإصلاح البيئة فأنا أتمنى بأنه ما دام ده رأي آخر أتمنى بأنه يكون هنالك يعني أي سوداني يكون شنو محلية. يعني انا اتمنى بانه اي زول هو في العالم الحسن عايشين ديل مسؤول من اي وساخه في الارض كويس ويشيله ويعتبر بانه ده بيته. والحته دي بتنتهي بانتهاء شنو؟ بانتهاء النظافه، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثلنا الاله حسانه بالنظافه، والنظافه من الايمان. الزول لما يكون نظيف في نفسه، نظيف في بيته، نظيف في شارعه، نظيف في مجتمعه ان شاء الله. اتمنى من الله العظيم يعني تكون الصحه، نفس الصحه تكون خاتمه للباعوض و واهم شيء اللي يفتح المشاريع المجاري من المساخه والعياده عشان ما تنزل وتعمل للناس يعني امراض. اسال الله يكون يعني ان شاء الله يكون الناس ختبر والناس المحليه وكلهم. اتمنى من الله يكون البلد في خير وعافيه وصحه جيده. مقبلين على الامطار وقال كل راي مزول على رعيته، والمزول الاول منا الحكومه عشان كده تقوم شنو برصف الحتات يعني اللي بتكون فيها المويه والتراب. وشايفين هسه يعني احنا اي شيء في الطريق بيجيب الباعوضه يعني تراكم المياه بيجيب الباعوضه وبيعمل ملاريا، والملاريا دار علاجات والمواطن ذاته مغلوب عن امره دار مساعده. بالنسبه للحل لمشكله اليوم انا بشوف يعني تكون في دراسات مستديمه يعني ما مرتبطه بمزول معين، يعني المزول جاء او فات تكون ثابته. يعني بنسمع ان احنا في الاعلام طبعا الدراسه الربع قرنيه والدراسه الخمسينيه، لكن بنلقى انه كل مزول بيجي بسياسات ما عارف ده يثبت انه هو جديد، ما عارفين نحن الحاصل شنو. المفترض يعني تكون في دراسه لكل فصول السنه يعني. وبالنسبه للناس المحليات يعني ما ياخذوا افعال مع المواطن على اساس انه يحسسوه انه هو بس زول جبايه بس. انه بعض المواطنين بيدفنوا المطرب بتاع المويه، لكن يا اخواننا انا شاهدت بعيني انه بتاع المحليه ذاته بتاع المكب انه بيعبي العربيه بتاعته بكوفه ذاته في المصرف. شاهدت عينا على المدخل الجاي من ال 24 مواد سوق الوحده الحاجوسه، يعني على طول 2 كيلو بيجي بتاع المحليه ذاته بعربيته يفرغ. نعم. يجي ثاني يوم الصباح العمال بتاعنا يلموا الفرغوا يحرقوه. الحريق ذاته مشكله بالنسبه للحاره يعني. وشاهدت برضه بنفس الموال في المدخل بتاع البابكر على طول الشارع انه بيجي بتاع العربيه يكوب على الطريق. نعم. بيجي ثاني يوم العامل بتاعهم بالمكنسه يجمع اللي طاير ويحرقه. انا بتطرق عن مزيل النفايات وموضوع الخيران. يعني انت كمحلي وكمزول بتجي بتحفر خور، والحاجه المؤسفه انك بتخلي التراب جنب الخور، يعني تلقائيا كده التراب هيرجع شنو؟ هيقفل الخور. وسنويا بتجيب العمولة السنويا بتجيبها لو بتحسبها صح انك حتجيب عامل هيحفر لك، العمولة دي لو عملت بها صبه ولا جبت بها ماسوره حيكون نفس السعر، يعني تلقائيا حيكون الخور شنو؟ قفل. اما موضوع النفايات ده فالناس انها ما بيهمها انها تدفع القروش، لكن بيهمها يعني انا لما ادفع قروش فانت القى خدمه نعم، اكون في مقابل اخذ وعطاء بين الجانبين. يعني انا اتفاجئ اني ادفع قروش النفايات تكون شنو؟ تكون قاعده، وبعد بنقبل انه النفايات اعرف النفايات لما تجي تبيع في المره يعني ما بتتفاجئ انه شنو الوساخه ما بتشيلها كلها. يعني حتى العامل المفترض يكون شنو في مراقبه في عربيه النفايات دي، يعني تلقى دول عامل هيشيل لك النفايات وحيشتتها الاوراق تتطاير ويكون في باقي منها. وانه مشكله النفايات دي يعني نعرف تمام انه شنو عندها مشاكل صحيه في الحي وهي كده، فننبه انه الناس شنو تعمل عمل جاد لوجه الله تعالى. النظافه يعني يوروا الناس ذاته عندهم جدول، مثلا جايين حي الصافيه عندهم يوم الخميس او يوم الاحد، انت فجاه بتسمع الصفار وفي ناس ما عارفين ذاتهم هم ديل ناس النفايات، فبيجوا بطريقه كده الناس ما بكونوا عارفين انه اليوم عشان يوم محدد الزول وساخه من جوا البيت يخطها برا لناس النظافه اللي هم بيجوا مثلا يوم الاحد. انا يوم الاحد عارف من كل اسبوع انه الناس اللي بيجوا بخط الوساخه من برا الناس دي بيشولها. الشيء الثاني بنناشد برضو عدم الحريق، لانه عدم الحريق مرات في الاسلكه الكهربائيه ممكن يعمل حريق جدا ويحرق المنازل، فبنناشد من المواطنين برضو عدم حريق الاوساخ في الشارع العام. Keep on.